السلام عليكم. دي لعبه كويك درو ويز جوجل، هل بامكان الشبكه العصبيه تعلم التعرف على الرسوم؟ فهو هيقول لك كلمه وانت تحاول ترسمها، هو يحاول يتعرف عليها. شورت مثلا، طيب أرى شكل مثقب أو بنطال. خلوها شورت. طيب ما بنطال شورت يعني. أنا حائرة، لقد عرفت هذا شورت. طيب ورقة نبات، ماشي، أعتقد دي هتكون سهلة إن شاء الله. أرى شكل فرشة أسنان أو كايد أو صحن طائر. لقد عرفت هذا ورقة نبات. مظلة ثبوت هتبقى مثلا. أرى شكل لوحة المفاتيح أو مظلة. أيوة. لقد عرفت هذا مظلة هبوط. قبعة، في أشكال كثيرة للقبعة. أرى شكل مسبح أو بركة. لقد عرفت هذا قبعة. متردد. طب أنا أرسمها زي مترددة دي. أرى شكل نهر. ليس لدي أدنى فكرة عما ترسمه. ولا أنا. لست متأكدة من أني أعرف هذا الشكل. أرى شكل كوبري أو جدول. عذرا لم أتمكن من التعرف.